السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبير، ألا تقولين لي ماذا أصابك؟ زوجتي الحبيبة، قولي لي ما بك؟ حقا أنا زوجتك الحبيبة. وهل لديك شك في هذا؟ بل هو اليقين وليس شك. يقين بماذا؟ البارحة تحدثينني بالأحاجي، واليوم بالكاد تنطقين ثم ترمينني بالاتهامات الباطلة. أفلا تفصحين بما في داخلك؟ أنا لا أتحدث بالألغاز، بل أنت من يتهرب مني ويدعي الجهل. سألتك البارحة عن شرطي قبل الزواج فتعرضت. لم أتهرب، ولكنني فوجئت بسؤالك. بالطبع ستفاجأ ولم تكن. شرطك كان ألا أتزوج من غيرك، فهل فعلت غير هذا؟ سل نفسك، أو أقول لك سل من اشتريت من عنده الأسواب لعروسك الجديدة. هذا وإذا كانت عروتك وليست عشيقك. صحن يا امرأة، ما كنت لأقرب غيرك في الحلال، فهل أقرب في الحرام؟ ولمن إذن اشتريت تلك الأثواب الملونة؟ عن أي أثواب تتحدثين؟ الأثواب التي أرسلها البائع إلي ثم عاد وأخذها حين علم بخطئه. أي بائع وأي أثواب؟ ومن أين لي بأن أعلم من يكون وأنا كل يومي في القصر أوزع الأموال والثياب على المحتاجين؟ صلاح الدين، البائع لم يرسلها إلى هنا جزافا، والشاب الذي أحضرها أكد معرفته بك. أكد معرفته بي؟ لابد أنها مكيدة. ومن سيكيد لك؟ ومن أين لي أن أعلم؟ قولي لي من هو وأنا سأصطحبك إليه بنفسي. لو كنت أعلم من يكون لذهبت إليه بنفسي وجعلته يقر عليك، ولكنني لا أحتاجه، فأنا قد علمت الحقيقة وتأكدت منها بنفسي. وما هي الحقيقة التي تأكدت منها بنفسك؟ لا شأن لك بهذا، عندي وسائلي. اسمعيني جيدا، قد مللت غيرتك وخوفك من أن يحدث لك ما حدث لأمك، وإن كنت تفعلين هذا وسيلة لتعرفي مدى إخلاصي لك فلقد جاوزت الحد هذه المرة. إما أن تعودي لرشدك، وإما أن تعودي لبيت أهلك.